أحبائي العرب في كل مكان، أهلا بيكم في برنامج يمكن ترددت كتير إن أنا أنشره، وفتحت قناة على اليوتيوب اسمها قناة روحية فيفا كارداك يعيش كارداك، واسم القناة كارداك إن عربي. هقول بسرعة كده مقدمة لعلوم الأرواح وربطها بالعلم والدين. الصورة دي من صورة فيلم اسمه نص لع، وهو فيلم برازيلي حسب كتاب، يعني تقدر تقول ان هو موحى بيه او متملي من عالم الارواح يعني. ودي شكل الصورة اللي هم رسموها لنا ازاي بعد الموت واين نذهب وكده، وهنشوف الكلام ده بعدين. ألان كارداك اتولد سنة 1804 في فرنسا، وسافر إلى ألمانيا ودرس في مدرسة فيلسوف اسمه باستالوز، وطبعا راجل عالم كبير جدا، كان عنده فكرة كبيرة عن الفلسفة وعن العلوم، وكان عالم من علماء الفيزياء والكيمياء وعلوم الفضاء، وكان له مؤلفات كتيرة في علم الحساب وعلم الجبر وأشياء كتيرة كده. ألان كارداك اتخرج من على ايده 5 كتب، ال5 كتب دول اللي بيؤمن بالروحانية عارف ان دول مش تأليف والخاص، لكنهم كتب يعني الأرواح هم المؤلفين لها، الملائكة هم المؤلفين لها، هم اللي عن طريق الأسئلة والإجابة وعن طريق الشرح الأرواح هم المؤلفين للكتب دي وليس ألان كارداك. ألان كارداك أول كتاب ليه اسمه The Spirit's Book وLivre du Spirit. ألان كارداك أول كتاب الأرواح ده هو كتاب يعني مهم جدا، وزي ما يكون كده المانوال بتاع حياتنا، وفي اكتر من 1000 سؤال للارواح. هو عمل اسئلة كتيرة جدا جدا بصفته عالم يعني، وطلب منهم الاجابة. ويمكن اول سؤال ما هو الله، وقالوا له ان الله هو الحكمة العليا المسبب الاول في كل شيء. وبعدها في اشياء كتيرة يعني جميل جدا حلو. لو انت تعرف اللغة الانجليزية ممكن تنزل الكتب دي على الانترنت مجانا يعني. الانجيل حسب الروحانية هو نفس الانجيل، يعني المسيح نفسه ما استلمش كتاب من الله، ما استلمش كتاب من الله اسمه الانجيل، ولكنه يعني حسب الوعظات بتاعته ومشى هنا ومشى هنا، فالتلاميذ بتوعه يعني دونوا ايه اللي بيحصل. والكتاب الانجيل حسب الروحانية هو نفس الكلام المسيح الموجود في العهد الجديد، ولكنه حسب الارواح بيدوله صورة اكبر يعني ليه المسيح قال كده ومين هو المسيح ويمكن يخالف المسيحيين في حاجات كتيرة جدا. طبعا ألان كارداك استلم كل شيء على حسب المسيحية، لانه هو اساسا مسيحي، هو اساسا يعني كاثوليكي اهله، وبس مش مهم حكاية الدين دي، المهم ان ممكن الواحد يكون عنده روحاني ومسلم روحاني ومسيحي روحاني ويهودي، ما فيش مشاكل حكاية الاديان دي. بعدين هنعرف ان مش مهم الدين، المهم ان انت ايه اللي انت بتعمله في الدنيا وازاي بتتصرف مع الناس، وهل انت راجل محب وراجل خير او انت بني ادم شرير، هو ده انما الدين والطقوس هو الله هو واحد، ومش مهم انت تعبده ازاي بطريقتك وباي طقوس اللي انت عايزها يعني. الكتاب الثالث الجنة والنار Heaven and Hell، ده كتاب جميل جدا بيتكلم عن الجنة والنار وهل النار موجودة، وكتاب رائع جدا يعني بنتعمق فيه في الجنة والنار. الكتاب الرابع ميديومز، ميديوم يعني معناها الوسطاء، الوسطاء اللي هم بيستقبلوا الارواح، لهم طرق كتيرة جدا للاستقبال، او عن طريق الرؤى يعني بيتجسموا لهم، او عن طريق الاتصال الروحي، او عن طريق الكتابة، او عن طريق الاحساس.
في طرق كتير جدا، في انواع كتيره من الوسطاء في الكتاب ده. لو حد عايز يدرس نبقى ممكن ندرس ده بس في وقت رائع. والكتاب الرائع ده اسمه التكوين جينيسيس، يعني بيوري لك خلق العالم بقى مش على الطريقه اللي مكتوبه في الانجيل، لكن ده خلق العالم بالطريقه ايه العلميه اللي حصلت، واللي هي بتلاقيها ايه كتب صاحب العلم الحديث. ماشي، اللي عايز الكتب دي ممكن ينزلها على الانترنت مجانا، زي ما قلت لكم احنا ما بندورش نكسب فلوس يعني. مقدمة لعالم الأرواح لعالم ألان كارديك. في أسئلة كتير يعني، فبقول أخ العربي في كل مكان، هل أنت مهتم أن تعرف الإجابة عن الأسئلة التي تدور في رؤوسنا ونخاف أن نسألها خوفا من الاتهامات بالإلحاد والكفر؟ في أسئلة كتير زي من أنا؟ لماذا أنا هنا؟ هل الكون خلق نفسه أم أن له خالق؟ ما هو الدليل على وجود الله؟ كيف تثبت وجود الخالق؟ لماذا خلقنا؟ أين كنا قبل الميلاد؟ أين نذهب بعد الموت؟ ما هي المعايير التي يتبعها الخالق بفرض أنها موجود لخلق روح لتسكن أنواع مختلفة من الخلق، من نبات، من حيوان أو إنسان أو شيطان أو ملاك؟ لماذا وكيف وجدت الأديان؟ ما هو الغرض من الدين؟ هل يوجد دين واحد صحيح أو فصيلة واحدة أو شعب الله مختار؟ ما هو مصير الحيوانات؟ أين تذهب أرواحهم بعد الموت؟ ما هو مصير البكتيريا، الفيروس، الحيوانات غير المرئية؟ هل هناك مخلوقات أخرى من إنسان أو حيوان أو صور أخرى للحياة المادية على كواكب أخرى أم نحن الوحيدين في الكون؟ لماذا إذن يسمح بخلق الآخرين مع تأكده من عذابهم الأبدي؟ ماذا يستفيد الخالق من العذاب الأبدي وما هي غدواه؟ هل توجد حياة في الكواكب الأخرى؟ السؤال ده يعني جاء سألناه قبل كده. ما هي حقيقة زوار الأطباق الطائرة ولماذا يزورونا؟ ما هو مصير كوكب الأرض وهل نحن في نهاية العالم؟ ماذا يحدث لنا عند لحظة الموت؟ هل الموت رهيب؟ هل الموت مؤلم؟ هل يوجد عذاب في القبر أو في مكان آخر سواء للروح أو للجسد؟ هل الكون له بدء خلق في وقت ما أم أنه أزلي كالخالق؟ كيف خلق الكون؟ حقيقة الاكتشافات العلمية والتي تتعارض مع الأديان؟ هل نظرية داروين حقيقية وهل نحن أحفاد القرود؟ هل قصص الخلق وآدم وحواء والشيطان حقيقة أم كما وردت في سفر التكوين؟ هل كانت هناك خطة للخالق في البداية ثم تغيرت إلى الأبد بسبب الشيطان وخطيئة حواء وآدم؟ لماذا خلق ويخلق الخالق الجن والشياطين مع العلم أنهم حتما وحسب طبيعتهم سينتهوا إلى العصيان وعذاب النار حسب الأديان؟ كيف يحمل أو يحمل لكل إنسان وزر آدم مع أنه لم يخطئ ولم يكن هناك أصل؟ ما هي الحكمة في أن يخلق الناس متفاوتين تماما في الشكل وفي الحظ، فالبعض غني وآخرين فقراء والبعض أصحاء وآخرين معوقين؟ هل الخلق الآدمي جاء من رجل واحد آدم؟ هل ممكن لجزء من الكون أن يتدمر وينفجر ثم يولد من جديد؟ ما هو الهدف من الحياة على وجه الأرض؟ ماذا عن حدث الطوفان في قصة نوح؟ كيف تشرح التعدد الرهيب للسلالات والحضارات إذا كنا جئنا من نفس الدي إن إيه؟ ما هي أسباب الموت للكائنات الحية؟ ما هو الفرق بين الذكاء والغريزة؟ ما هي طبيعة الروح؟ بفرض أن هناك حياة بعد الموت، كيف يتعرف الإنسان على أهله وأصدقائه الذين سبقوه؟ ما هي حقيقة الريإنكارنيشن، إعادة الميلاد، إعادة ميلاد نفس الروح مرات أخرى؟ حقيقة كيفية الجنة والنار، من سيدخل الجنة؟ أي الأديان؟ أخي وأختي ناطقين باللغة العربية في كل مكان، بغض النظر عن دينك ومعتقداتك، هل تريد أن تتعرف على إجابات علمية ومنطقية شافية؟ علما أن العلوم الروحانية لآلان كارديك هي مجانية تماما، حتى قول لايك أو الاشتراك في القناة ده حسب رغبتك،
اي دخل تحققه القناة او ترجمة كتب وطبعها وبيعها يجب ان يوجه كل ربحها للاعمال الخيرية. اذا ما هو الهدف من دراسة العلم الروحاني؟ في السايت هنا ممكن انتوا تنقلوه، هنحط ده تحت الفيديو، Evolution of Life According to Spiritism Teaching، ده جميل جدا. ألان كارداك Fundaments of the Spirit Philosophy in English، The Spiritual Side of the Spirit Center، ده ثلاث حاجات كويسين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، أود أستودعكم الله. السلام عليكم.